بسم الله الرحمن الرحيم. الإخوة والأخوات الكرام، مشاهدي ومتابعي قناة مرساي وأعضاء مجتمع الديوانيات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونرحب بكم، ويسرنا في هذه العجالة أن نستضيف الأخت الكريمة من المملكة العربية السعودية أمينة تمار من محافظة جدة، والفائزة بالمركز الثاني في مسابقة فاشن كايرو 2016. أخت أمينة صباح الخير. صباح النور. حابين نتعرف عليك أولا، ومدى انطباعك عن هذه المسابقة التي شاركت فيها، ومن رشحك للدخول في هذه المسابقة؟ أولا أحب أني أشكر أستاذة أمي معزوز، لأن حقيقة لو ما أنا تعرفت عليها ويعني وانضممنا معاها للجنة مصممات الأزياء في غرفة جدة التجارية، يعني ما كنا أبدا نعرف عن هذه المسابقات ولا حاجة. يعني أنا يعني أحب اللي هو تصميم الأزياء من زمان وزي كده، بس أنا ما درسته، أنا تخصصي علم اجتماع ودرست علم نفس وعلم اجتماع ومهارات حياتية وأشياء كتير، يعني أشتغل في مجالات عمل كثيرة في خدمة اجتماعية. بس سبحان الله، يعني أنا كنت واعدة نفسي يمكن من قبل 20 سنة، وأنا أقول إن شاء الله بس أولادي يكبروا وكده أنا لازم أني أرجع لتصميم الأزياء، لأنه شيء كده في دمي والعيلة والأسرة كلهم. كيف شفت المسابقة أخت أمينة، وما مدى الشفافية لجنة التحكيم معاكم؟ والله صراحة يعني ما شاء الله شيء جدا رائع ومرتب وتنظيم، أنا عمري ما كنت أحلم أني مثلا أشارك في زي كده حاجة محترمة. يعني صراحة إلى من تهدين هذا الفوز؟ أهدي طبعا للسعودية، الحمد لله أنا يعني قدرنا نرفع راسهم، والحمد لله يعني كمان المركز الأول والثاني، اللهم لك الحمد والشكر، ونهدي للسعودية كلها. إيش أثر لجنة الأزياء في غرفة تجارة جدة على عملك ونشاطك؟ أنا انضميت معاهم يعني كعضو مشارك للجنة غرفة جدة مصممات الأزياء. كلمة أخيرة تقولي لمتابعينك على قناة مرساة مجتمع الديوانيات؟ أشكركم جدا جدا لدعمكم وتشجيعي، واللهم لك الحمد والشكر، مرة جدا جدا فرحانة الحمد لله. شكرا لك. شكرا لك.